بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هناك أناس يشتكون من الفقر، وهناك أناس يشتكون من إن صح التعبير أنهم في مهن دونية بسيطة جدا، فهذا عامل في حقل، وهذا عامل يرعى الغنم، وذاك عامل يعمل في الشوارع، وهذا الإنسان يحس أنه في قاع الهرم الاجتماعي بشكل من الأشكال، وأن مكانه يختلف عن هذا المكان، وقد يتضجر ويتألم من ضيق ذات اليد. بمن يقتدي؟ بمن يهتدي؟ بمن أين يرى النور في هذه الحياة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس فقط ولد يتيما، ولكنه أيضا حتى من رعاه كان عمه عنده عيال كثر، وكان دخله قليل، وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتاج أن يعمل، وأين يجد العمل في تلك البيئة اللي موجودة التي كانت مهنتها التجارة، فتحتاج إلى المال لتدخل عالم التجارة، وهو لم يكن في يده شيء من هذا المال. هنا تأتي قضية المهنة التي عمل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم راعيا للغنم، فهو بقراريط قليلة من ما تعطيه قريش كان يأخذ الغنم ويسير بها بين الشعاب والوديان ترعى، ويقف يرعاها ثم يعيدها في آخر النهار إلى القوم. هذه المهنة التي تبدو كأنها من المهن الدونية في تلك المجتمعات اللي هي رعي الغنم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رعوا الأغنام وعاشوا هذه البيئة، والرسول صلى الله عليه وسلم خير نموذج على أن من المهن التي تبدو في القاع قد يكون الأنبياء هم الذين حملوا هذه المهمة في المجتمعات. فهنا تأتي قضية مهمة جدا، ربط العامل البسيط بالقدوة في الرسول عليه الصلاة والسلام ليست شيء أمرا صعبا، لأنه عمل في هذه المهن الدنيا، وعمل بإن صح التعبير بقراريط لا تكفي ولا يعني إن صح التعبير تسد الحاجة، وعمل من الصباح إلى المساء يرعى الغنم وهو سيد البشر. هذه القضية الكبيرة جدا تجعلنا نضع إن صح التعبير الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة لكل عامل في أي مهنة من المهن، وخاصة في من يستشعر أنه في أسفل القاع الاجتماعي في المهن التي تقدم خدمات للناس، ترعى للناس الغنم أو تصلح لهم في الزرع أو تنظف لهم الشوارع أو تنظف لهم، هذه مهن كريمة، والرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل في هذا المستوى من المهن في حياته عليه الصلاة والسلام. هذه القدوة الأساسية الكبيرة جدا للعامل البسيط أين نجدها؟ نجدها في الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس ترضية للناس، لكن القول لهم أن هذه المهن تشكل المجتمع وهي أساسية للمجتمعات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستنكف أن يكون عاملا في هذا المستوى الاجتماعي البسيط اللي موجود، ما دام دخلا حلالا وما دام رزقا حلالاً يستطيع أن ينتفع به ويتقوى به لنفسه ولعياله لو كان له عيال، فهذا أمر عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم أسوة فيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ها نحن نجد العامل البسيط يجد مدداً من الرسول عليه الصلاة والسلام كقدوة وكأسوة له، ولا يجد فيما يقوم به غضاضة، ولا يجد فيما يقوم به امتهانا، إنما يجد فيه كرامة وعزة، لأن أشرف الخلق اشتغل في هذه المهن. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.